أعزائي المشاهدين، نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن علم مهم من أعلام العراق المحدثين، عن علم خاض ظروفا صعبة من أجل القضية الوطنية، وكان مثقفا واعيا مدركا للظروف لتلك الظروف، فكتب عنها في جريدة أصدرها وفي كتب عدة ألفها، ذلك هو سليمان بن داود فيضي المعروف بسليمان فيضي. هذا الرجل حقيقة تميز عن غيره بقدرة فائقة على التنظيم، وقدرة تنظيم الجمعيات والأحزاب، وقدرة فائقة على إدراك يعني الظروف الصعبة التي كان يمر بها وطنه. كان يعني مفعما بالحيوية، يتحرك بين هذه المدينة وتلك، فيلتقي بهذا وذاك، وكل ذلك يصب في مصلحة وطنه. سليمان فيضي حقيقة شخصية مهمة في تاريخ العراق المعاصر، ولا يمكن لدارس هذا التاريخ إلا أن يقف عندها متأملا ما فعلت من يعني في ذلك المنعطف المهم الذي مر به وطنه. ماذا تركت؟ ماذا كتبت؟ ماذا فكرت إلى غير ذلك؟ سليمان فيضي ولد في الموصل، هو من أسرة موصلية، درس العلوم العسكرية في بغداد، و يعني كان نابها منذ طفولته ومنذ صباه كما يبدو. صادفته مشكلة كان سببا في تغيير حياته، وهي أنه حدث شجار بين طلبة المدرسة العسكرية الإعدادية العسكرية، وكان يبدو هو مشاركا في هذا الشجار الذي حصل. فجاء قرار المدرسة أو الوزارة بفصل 8 من الطلبة، كان هو واحد من هؤلاء، وفصل الطلبة من المدرسة الإعدادية العسكرية كان عقابه أو جزاؤه أن يترك الدراسة ويزج بهم في الخدمة العسكرية الفعلية، كانت هذه الخدمة تسمى الزجري، واضح من كلمة زجر تعنيف الطالب، عقابه بأن يحرم من فرصة التعلم في المدرسة وأن يزج به في الخدمة الفعلية، لكنه أبى ذلك وترك المدرسة وهرب من الخدمة وذهب إلى البادية، والتحق هناك بخدمة أو يعني بالأمير عبد العزيز الرشيد من أمراء الجزيرة العربية في ذلك الوقت، من أمراء النجد، واستطاع أن يقنع هذا الأمير بأن يتوسط له لدى السلطان العثماني بإعفائه من هذه الخدمة الزجرية. وفعلا يعني كانت شخصيته مقنعة تماما لهذا الأمير بأن مثل هذا الشاب يعني يمكن يكون له شأن إذا ما أعفي من هذه الخدمة، شأن في مجالات أخرى من مجالات العمل الوطني والإصلاحي. فكتب إلى الجهات العليا وجاءت الموافقة بإعفائه، وهكذا تفرغ سليمان فيضي لمراحل مهمة من حياته، من مراحل حياته. ف يعني من أعماله مثلا أنه أسس الجمعية الخيرية الإسلامية، وكانت هذا بتشجيع من الملك فيصل. كانت هذه الجمعية من أوائل الجمعيات التي توخي فيها إيجاد مأوى للأيتام وإعدادهم للمستقبل، جمعية بهذا المعنى.
وأصبح هو رئيساً لهذه الجمعية عام 1922. في عهد تأسيس الدولة العراقية عهد إليه في أثناء وزارة عبد المحسن السعدون، عهد إليه بمهمة متصرفية لواء المنتفق. حقيقة كان الرجل يعني نابها تماما ويملك شخصية مقنعة، لأنه في وقت مبكر استطاع أن يتولى هذه المواقع المهمة. كان نشيطا تماما، يعني نستغرب فعلا الآن كيف استطاع من طالب هارب من الخدمة نتيجة مشكلة أيضا إلى أن يكون مستشارا للأمير بن رشيد وإمارة الرشيد كانت إحدى الإمارات المهمة في الجزيرة العربية، ثم أن يكون مستشارا للملك فيصل بعد تأسيس المملكة العراقية، يصبح مستشارا للملك فيصل، وأن يؤسس هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات كما سنرى، حتى أنه يولى متصرفية لواء المنتفق. سليمان فيضي هذا كان شعلة من نشاط، وكان مفعما كما قلنا بالحيوية. درس المحاماة، وربما لم نشر إلى هذا، درس المحاماة فأصبح محاميا مشهودا له ببراعته في هذا المجال. وهذا قبل حتى أن تتأسس الدولة العراقية، لأن مدرسة الحقوق أسست في أواخر العهد العثماني، فاستطاع أن يلتحق بهذه المدرسة وأن يتخرج محاميا، فكان محاميا بارعا. بعد سنة واحدة نجده يصبح مستشارا للشيخ خزعل أمير المحمرة في عربستان في بلاد الأحواز، ونستغرب كيف يعني استطاع أن يشغل هذا الموقع المهم في تلك الإمارة، وهو الموصلي المحامي الذي عاش جزءا من حياته، سنوات معينة من حياته في جزيرة العرب، لكنه أصبح مستشارا. كان أصحاب السلطة يعني يجدون فيه الرأي الصائب وبعد النظر، وهذا هو السبب في أنه كان مستشارا لأكثر من زعيم من زعماء ذلك العهد، الملك فيصل، الأمير بن رشيد، والشيخ خزعل. حينما برزت مشكلة الموصل بين العراق وتركيا، نجده يترك موقعه في عند الأمير خزعل ويسرع إلى العراق أو إلى الموصل من أجل الإسهام في حل هذه القضية المشكلة، وكان متحمسا تماما لإبقاء الموصل ضمن حدود العراق، يعني هو يصبح جزءا من العراق، واقترح أو أوصى بتأسيس حزب جديد هو حزب الاستقلال الوطني، ووضع خطة للدفاع عن عراقية الموصل. وبعد ذلك بدأت مواقفه الوطنية تبرز شيئا فشيئا، وقف ضد المعاهدة العراقية البريطانية، حاول أن يكون وعيا لدى كثيرين في ضد هذه المعاهدة التي عقدها نوري السعيد، وسبب هذا يعني غضب نوري السعيد عليه فأبعده عن المواقع السياسية، لكنه انتخب نائبا عن لواء البصرة وفي المجلس النيابي عام 35، وظل في منصبه هذا حتى حل هذا المجلس بعد سقوط وزارة ياسين الهاشمي.
وبعد تقلبات في السياسة حقيقة لا نجد له مصلحة شخصية في كل ما خاضه من معارك نيابية ومن أعمال مختلفة، إلا أنها كانت تصب في مصلحة وطنه. كان الرجل وطنيا حتى نخاعه، أينما كانت تظهر مشكلة تجد سليمان فيضي موجودا هناك يحاول أن يجد حلا لهذه المشكلة، أو أن يعمل من أجل وطنه بالحفاظ على حدوده، بتعزيز تقاليده الدستورية، ومن خلال لا سيما من خلال نشاطه في المجلس النيابي. بعد ذلك كله، بعد أن خاض ما خاض من معارك معارك نيابية ومن وصراعات سياسية، وجدناه ينصرف إلى المحاماة ويفتح له مكتبا في مدينة البصرة ويزاول عمله القانوني هناك. هذا إيجاز مختصر عن سيرة سليمان فيضي، ربما لا يمثل شيئا كبيرا من سيرته، وإلا فسيرة الرجل كانت حافلة بمواقف كثيرة، كلها كانت مواقف وطنية حقيقة، ولذلك تمتع باحترام الجميع، حتى الذين اختلف معهم واختلفوا معه، حتى هؤلاء كانوا يكنون له احتراما عميقا. خلافه مع نور السعيد بشأن المعاهدة البريطانية، خلافه مع ساسة كثيرين، لم يؤدي إلى أن يفقد احترامهم له. كان الرجل محترما بسبب نقاء دوافعه، كانت دوافعه كلها وطنية. وحينما كان يخرج من المواقع السياسية كان يعيش على ما تدره له مهنته الأساس، وهي المحاماة. هذا الرجل حقيقة يلفت نظرنا أيضا في نتاجه الثقافي. أصدر جريدة مهمة سماها الإيقاظ، ومن اسمها ندرك أنه كان يسعى من أجل إحداث يقظة وطنية في بلاده من خلال المقالات التي كان يكتبها في هذه الجريدة، وما كان يستقبله من مقالات غيره من السياسيين الوطنيين وينشرها في هذه الجريدة، الإيقاظ. وحقيقة هذه الجريدة التي تعد من الجرائد الرائدة السياسية الرائدة، تعد اليوم مصدرا مهما لدراسة تاريخ العراق في ذلك العهد، كما أنه دون مذكرات غاية في الأهمية سماها في غمرة النضال. هذه المذكرات سجل فيها جانبا من تاريخ العراق الذي عاصره هو في غمرة النضال، من عنوانه حقيقة يكشف هذا العنوان عن تفاصيل الصراعات التي خاضها والظروف التي عاشها في خدمة القضية الوطنية، بحيث أن الكتاب الآن يعد مصدرا أساسيا لا يمكن للباحث في تاريخ النصف الأول من القرن العشرين إلا ويعود إليه، وهو مصدر إذن مهم تماما في تاريخ العراق المعاصر. وقد لقي تقدير الباحثين منذ صدوره حتى اليوم. أيضا ألف كتابا مهما سماه البصرة العظمى، هو عاش شطرا، مع أنه هو موصلي الأصل أو موصلي النشأة، ولكنه أحب البصرة حبا جما وتعمق في تاريخها وأحب أهلها، إلى حد أنه ألف كتابا مهما سماه البصرة العظمى، تحدث فيه عن جغرافيتها وعن اقتصادها وعن تاريخها وعن الولايات التي حكموها وعن أشياء مختلفة لاحظها في هذه المدينة. كتابه البصرة العظمى صار أيضا مرجعا لمن كتب عن هذه المدينة، عن ثغر العراق البصرة.
ألف أيضا كتبا في القانون. على فكرة هو الرجل كان يعني يتقن الفرنسية والإنجليزية، لذلك ترجم قوانين من هاتين اللغتين إلى العربية، فكانت مؤلفاته مصدرا لتطور المعرفة القانونية في العراق. يعني كانت هذه المعرفة تعتمد في أكثر الأحيان على المصادر العثمانية أو التركية التي كانت تطبق في العراق، لكن هذا الرجل فتح نوافذ أخرى بأن ترجم متون قانونية وقوانين مهمة إلى العربية. يعني مثلا ألف أو عرب القانون الأساسي الأمريكي، الدستور الأمريكي، وكان هو الرائد في الالتفات إلى هذه المسائل. عرب قوانين أخرى يعني من الفرنسية، وحقيقة لقيت تلك المعربات أو تلك الكتب المترجمة اهتمام القانونيين والمحامين والمهتمين بقضايا الدستور. أيضا ألف شروحا لشرح قانون أحكام الصلح في جزئين، كتب الحقوق الدستورية. كان مؤمنا إيمانا كاملا بضرورة التزام الدستور والاحتكام إلى الدستور، لذلك عدد من مؤلفاته ومترجماته كانت يعني تدور حول الحقوق الدستورية. كتب أيضا روايات، ويعد من رواد كتابة الرواية في العراق رغم كل اهتماماته التي ذكرنا، سياسي ومستشار لزعماء وصحفي وغير ذلك، لكنه أيضا اهتم بمجال الرواية. كتب رواية مهمة للباحثين في تاريخ الرواية، فن الرواية في العراق، سماها الرواية الإيقاظية، ربما لأنه أصدر جريدة الإيقاظ أو لأنه أراد أن يعني يعبر من خلال هذه الرواية عن غايات إصلاحية وأشياء أخرى من هذا تدخل في هذا المجال. كتب كتابا مهما سماه التحفة الإيقاظية، تلاحظ كلمة لفظ الإيقاظ في معظم نتاجاته. الرحلة، التحفة الإيقاظية في الرحلة الحجازية، كتبه في أواخر العهد العثماني في عام 1913. حاول من خلال هذه، لم تكن مجرد رحلة، ولكن حاول من خلال هذا الكتاب أن يدعو إلى وحدة العالم الإسلامي، إلى تضامن المسلمين، إلى توحيد الكلمة، إلى أهداف ما كانت الأمة إلا في حاجة إليها في ذلك العصر 1913، يعني عشية الحرب العالمية الأولى. كان يتابع ما يجري في أوروبا ويعرف أن يعني نذر الحرب تنذر بقيام حرب كبيرة، وبالتالي دعا في هذا الكتاب إلى ائتلاف كلمة المسلمين وغير ذلك مما سماه، ما أدخله في كتابه أو جعله موضوعاً لكتابه التحفة الإيقاظية. مع ذلك كله كان أديباً، له مؤلفات مهمة في مجال الأدب والدراسات الشعرية. كتب المنتخب من أشعار العرب في جزئين، يعني حقيقة المنتخب في أشعار العرب جمع فيها استشهادات التقطها من عدد كبير من الدواوين، كان قارئا جيدا للشعر وإن لم يكن شاعرا فيما يبدو. يعني هذا ربما يمثل شيئا من أشياء كثيرة تميزت بها سيرة هذا الرجل النابه سليمان قيضي، الذي لا يمكن للباحث اليوم في تاريخ العراق إلا أن يقف عند هذه السيرة، ولا يمكن للباحث في تاريخ المعرفة القانونية إلا أن يقف عند مؤلفاته القانونية وعند مترجماته من اللغتين الإنجليزية والفرنسية. كان رجلا مهما بكل معنى الكلمة، ووطنيا كما قلنا حتى نخاعه. إلى حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.